بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شاء الله كلكم تكونون بخير ونعمة وصحة وعافية يا رب. اليوم نصيحتنا بخصوص هذه الفترة من الحظر الكلي، يعني سمح بممارسة الرياضة لوقت معين، فترة العصاري كذي. فخلنا نعطيكم بعض النصائح إذا أنت معزم تسوي رياضة، والرياضة هي شيء أساسي، وسواء سويتها بالبيت أو في هذه الفترة. اللي نبي منك التقيد بإجراءات الأمن والسلامة هذه الفترة. فأول إجراء أنك تلبس الكمام الواقي لما تطلع. ثاني شيء، حتى مع وجود الكمام الواقي احرص على وجود المسافة اللي مترين بينك وبين أي شخص شايف الثالث. لما ترجع البيت غسل إيدك وافصح الكمام، بعدين غسل إيدك مرة ثانية. والشيء المهم، إذا أنت ساكن المنطقة وشفت أن الممشى فيه وايد ناس أكثر من الطبيعي أنك ما تقدر تضمن التباعد الاجتماعي، بلاها رياضة وخليك بالبيت، وأمنك وسلامتك أفضل. والله يحفظنا ويحفظ كويتنا إن شاء الله، ويردنا كلنا بالسلامة.